كيف ظهر محمد صلاح كأحرف لاعب في مصر، صاحب هدف تأهل مصر لكأس العالم عام 2018. لقطة محمد صلاح بعد هدف الكونغو وهو يمشي في الملعب يصرخ في أصحابه، يرفع من معنوياتهم ويتواصل مع الجمهور، يشد من أزره، وفي وسط ذلك تفلت منه لحظة ضعف وإحباط وحزن موجع عن ضياع الحلم، ثم يتجاهل وجعه ويعاود التشجيع وبث روح مقاتلة في المحيطين به تنم عن إنسان مختلف. ربما لا يحتاج محمد صلاح أن يحرق قلبه وأعصابه بهذا الشكل، لقد فعل كل ما عليه وأحرز هدفا وهذا يكفي. عنده من المال ما يتفوق به على أبو هشيمة، وهو بالتأكيد غير متلهف على كأس العالم كنافذة على فرق الغرب الشمالي الساحر، حيث أحلام العشرات من لاعبي الدوريات الفقيرة والمحلية. هو هناك وسطهم منذ الصغر ولا جديد، هذا لاعب لديه عاطفة كبيرة وإحساس بالمسؤولية وقلب متطهر، يحب إسعاد من حوله وتوزيع الأمل في النفوس الميتة. ولا يلتفت إلى المسائل التافهة والحقيرة، خاصة أنه في أول المشوار رفضه أكبر ناديين في مصر، حلم كل الشباب، الأهلي والزمالك، وقالوا عليه إنه أقل من مستوى الانضمام. وبعد هدف الكونغو كان من الممكن أن يقول من داخله: لا بأس، لن أبذل جهدا أكثر من ذلك، ولن يستطع أحدا أن يوجه له اللوم، خاصة أنه تقريبا كان يلعب بمفرده. عندما مسك محمد صلاح الكرة قبل تنفيذه ركلة الجزاء، نظرته لها، تمتماته الحائرة، ذهنه الشارد وانفصامه عن الواقع لثوان. نعم، فعلها مئات المرات وأحرز أهدافا كثيرة، لكنه يعلم أنه لا أحد كبير في الكرة، كما أنه لا أحد كبير في الحب والحرب وعلى طرقات السفر الممتدة في الأفق. هذا شاب يتحرك بعقيدة ثابتة ووعي كامل لما يقوم به، وحركة دؤوبة لتحقيق حلم كبير. لا يوجد كلام يوصف انفعالات محمد صلاح بعد هدف الكونغو غير أن هذا الفتى يحب بلده ويحمل عاطفة تكفي لكل أفراد الشعب المصري. نعم، فعلها محمد صلاح، أحرز هدف الفوز وضمن للمنتخب المصري الوصول إلى كأس العالم في روسيا عام 2018. لا تنسوا أن تشاركون التعليقات أسفل الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك ثم الضغط على علامة الجرس حتى تصلك الفيديوهات الجديدة فور نشرها. متابعي قناة كل شيء، أنتم سر نجاح القناة، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.